كيف حالك؟ هل أنتم بخير؟ أنا اسمي عبير وأنا معلمتكم لمادة اللغة العربية. اليوم بدنا نعمل مراجعة لحرف، بس قبل ما أخبركم شو هو هالحرف رح نعمل مراجعة سوا لأيام الأسبوع. تتذكروا كم يوم بالأسبوع؟ 7 أيام في الأسبوع. أحسنتم. الاثنين الثلاثاء، الثلاثاء، الأربعاء، الأربعاء، الخميس، الخميس، الجمعة، الجمعة، السبت، السبت، الأحد، الأحد. وهلأ يا أصحابي على السريع حضروا الورقة والقلم وخلينا نسمع سوا أغنية الحلقة. الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد. أيام الأسبوع 7، أيام الأسبوع 7، أيام الأسبوع 7، هيا نرددها. الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، الجمعة، والسبت، وأيضا الأحد. حاضرين، تحذروا شو هو حرف اليوم؟ انتبهوا منيح. طنجرة، طاولة، بطاطا، طبق، أطباق. شو حضرنا بالحلقة السابقة لما تعرفنا على حرف الطاء؟ حرف الطاء، تتذكروا من حبات البطاطا عملنا حرف الطاء؟ ممتاز ليلي مذكرين. تتذكروا منيح كيف منكتبه؟ سوا رح نتذكر كيف منكتب حرف الطاء. اسمها الطاء ولفظها ط ط، ليست ت ط. بدكن تخنوا صوتكن وتقولوا ط كلكن معي على صوت عالي، ما تستحوا وتوطوا صوتكن، علوا صوتكن. اسمها الطاء ولفظها ط ط. يلا نكتب سوا. حرف الطاء في البداية نقطة تحت السطر كالمنجل. تتذكروا كأنه عم نكتب حرف الصاء مثل المنجل. نرجع خط مستقيم، ما مننسى عمود ببطنة للطاء. هكذا نكتب حرف الطاء في بداية الكلمة. إذن نقطة تحت السطر كالمنجل، ثم خط مستقيم وعمود في بطن الطاء. حرف الطاء في بداية الكلمة. أما في وسط الكلمة فبدها تمسك إيد الحرف اللي قبله، من هيك منعمل لها إيد صغيرة. نرجع نكتب حرف الطاء وما مننسى، لأنه إذا نسينا العمود ببطنا للطاء بيتغير، كتير لازم ننتبه. حرف الطاء في بداية الكلمة. أما في آخر الكلمة متصل
أيضا نحط إيد صغيرة، كالمنجل خط مستقيم، وما بننسى نحط العمود ببطن الط. بس خلص ما بقى بتمسك إيد حدا من هون. ليه؟ لأنه في آخر الكلمة. مرة ثانية، حرف الطاء في آخر الكلمة متصل. كيف متصل وليه متصل؟ لأنه في إيده الصغيرة بتمسك إيد الحرف يلي قبله، أما في آخر الكلمة منفصل فبيكون لوحده. حرف الطاء هكذا. مرة أخيرة، كالمنجل خط مستقيم ثم ألف. والآن سنتذكر الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. الصوت الطويل الأول الألف. الصوت القصير الأول الفتحة. كتار منكم حافظون، ممتاز، الفتحة. الصوت الطويل الثاني الواو. الصوت القصير الثاني هو الضمة. أما الصوت الطويل الأخير فهو الياء، صوتها إيه. الصوت القصير الأخير هو الكسرة، الكسرة صوتها إيه. إيه، أحسنتم. والآن سنكتب حرف الطاء مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. نكتب حرف الطاء في بداية الكلمة مع الألف. شو نسيت أنا؟ نسيت شيء؟ لا ما نسيت شيء. بلا، نسيت العمود في بطن الطاء، وإلا ما بيكون حرف الطاء. انتبهوا منيح، بس يكون حرف الطاء مع الألف العمود بده يكون تقريبا بطوله، ما بيكون قصير. غلط، لازم يكون تقريبا بطوله. ط آ ط آ ط ط. حرف الطاء في وسط الكلمة متصل مع الفتحة. ط آ ط آ ط ط. حرف الطاء مع الصوت الطويل او ط او ط او طو، ليس تو طو. ندخن صوتنا مثل ما اتفقنا. ثم حرف الطاء مع الصوت القصير الضمة ط او ط او طو طو. حرف الطاء مع الصوت الطويل إي. كتبتها صح أنا؟ في كتار منكم انتبهوا، ممتاز. ما مننسى هيدا العمود بيميزه لحرف الطاء، اوعى تنسوا. ط إي ط إي طي. الصوت الأخير هو الكسرة، صوت قصير ط إي ط إي. وهيك يا أصدقائي بنكون تذكرنا كيفية كتابة حرف الطاء، وكيفية كيف بنقراه مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. حاضرين تنلعب سوا؟ هيدي اللعبة حلوة وسهلة كتير. قوانين اللعبة بتقول أنا رح فرجيكم مجموعة صور، وإنتوا عليكم أنه تنتبهوا. عم نسمع حرف الطاء في بداية الكلمة أم في آخر الكلمة؟ اتفقنا؟ بس انتبهوا منيح، أنا يمكن غلبتكم وما يكون حرف الطاء لا ببداية الكلمة ولا بآخر الكلمة، يمكن يكون بوسط الكلمة. انتبهوا كتير منيح. الصورة الأولى، ما هذا؟ طبل. طبل، اسمعوا منيح، وين حرف الطاء؟ في بداية الكلمة أم في آخر الكلمة؟ طبل.
طبعاً في بداية الكلمة. أحسنتم. بلوط، بلوط. أين نسمع حرف الطاء؟ في بداية الكلمة حرف الطاء، بلوط. خطأ، في آخر الكلمة، بلوط. أحسنتم. ما هذا؟ إنه سطل، سطل. هل نسمع حرف الطاء في بداية الكلمة؟ سطل. كلا. هل نسمع حرف الطاء في آخر الكلمة؟ أيضاً لا. أين هو حرف الطاء؟ سطل، في وسط الكلمة. إذن ما منحط هاي الصورة بالصندوق. ما هذا؟ خيط، خيط، خيط. أين هو حرف الطاء في بداية الكلمة؟ خيط. كلا، خيط حرف الطاء في آخر الكلمة. طائرة، طائرة. أين هو حرف الطاء؟ في بداية الكلمة أم في آخر الكلمة؟ طائرة، في بداية الكلمة. أحسنتم. الصورة الأخيرة، هذا طائر، طائر. أنا بقول حرف الطاء في آخر الكلمة، صح؟ طائر. طبعاً لا، حرف الطاء في بداية الكلمة. أحسنتم، برافو كتير ليلي ربحوا وحزروا كل الصور وكل الكلمات وين حرف الطاء فيها. ممتاز. والآن هل تتذكرون المحفوظة؟ محفوظة حرف الطاء، طارت في الطائرة الطاء، ثم حطت وين؟ فوق الشط. الشط هو مطرح ما منقعد لما منروح على البحر. ثم سبحت مثل البط، رفعت يدها فوق الماء، ثم طارت في الأجواء. خلينا نرددها سوا. طارت في الطائرة الطاء، ثم حطت فوق الشط، ثم سبحت مثل البط، رفعت يدها فوق الماء، ثم طارت في الأجواء. طارت في الطائرة الطاء، ثم حطت فوق الشط، ثم سبحت مثل البط، رفعت يدها فوق الماء، ثم طارت في الأجواء. طفلة، طفلة. طنجرة، طنجرة. طباخ، طباخ. طعام، طعام. طاولة، طاولة. وهلأ يا أصحابي خلينا نكون مع آخر تمرينين. التمرين الأول سهل وتعودنا نعمله سوا. نطلع منيح على الصور. بدنا ننبش وينو حرف الطاء؟ كيف لازم نكتبه؟ في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، أم في آخر الكلمة؟ الصورة الأولى، شو عم نشوف بالصورة الأولى؟ ما هذا؟ إنه ريق، طريق، طريق. أحسنتم. إذن سنكتب حرف الطاء في بداية الكلمة، صح؟ في بداية الكلمة؟ نعم، في بداية الكلمة حرف طاء. طريق، طريق. ما هذا؟ إنه حائط، حائط، حائط. حرف الطاء في آخر الكلمة. هيك منكتبه أو مفروض يكون متصل؟ طبعاً متصل، لأنه الهمزة ناطرته بدها تمسك له إيده. إذن حائط، طاء في آخر الكلمة متصلة. هذه بطة، بطة. الطاء في وسط الكلمة. كيف نكتب حرف الطاء في وسط الكلمة؟
بتكون منفصلة أم متصلة؟ طبعاً متصلة بالحرف يلي قبلها وبالحرف يلي بعدها. بطة، ولأني عم شد عطة شو منحط؟ شدة، بس نشد على الحرف منحط شدة. بطة. إذن طريق، طريق. حائط، حائط. بطة، بطة. وهلأ بدنا نعمل سوا التمرين الثاني. التمرين الثاني حزورة. انتو بدكن تحذروا كيف لازم نرتب الكلمة. الصورة موجودة حتى تساعدنا حتى نحذر شو هي الكلمة، بس أحرف الكلمة والمقاطع الصوتية منا مرتبة، نحنا بدنا نرتبهم سوا. طلعوا منيح شو عم نشوف قدامنا. ما هذه كلمة بتبلش بحرف الطاء، إنها طاولة. هذه طاولة. ليكو المقاطع الصوتية لا و طا، منن مرتبين. ليكو كيفني مخربطين، وانتو بدكن تساعدوني حتى نرتبهم سوا. يلا فيها شي تبلش الكلمة بلا؟ لت؟ ما بتزبط. طيب فينا نبلش بوي؟ وي؟ وي لت؟ خطأ. نبدأ ب طا، صوت طويل. طا. نكتب المقطع الصوتي الأول. طا. بعد ما كتبنا طا، شو بقى عنا؟ لا؟ وي. طالت. وي؟ مظبوط هالكلمة هيك؟ أكيد لا. طاويلة. مظبوط. إذن طا بيرجع صوت وي لا. إذن ما هذه؟ إنها طاويلة، طاويلة. هنا شو عم نشوف قدامنا؟ طا ب طا. في شي كلمة طا ب طا؟ طيب فينا نقول ب طاطا؟ نعم فينا نقول بطاطا. إذا نبدأ الكلمة بب ونكتب ب ب. طيب أي طا بنكتب هلا؟ الطا المنفصلة أم الطا المتصلة؟ هون في عنا حرف الباء، نكتب طا المنفصلة؟ كلا. ليه؟ لأنه حرف الباء بدها تمسك إيد الطاء، إذا نكتب الطاء المتصلة. بطا بطا طا. إذا بطا طا. آخر صورة عنا، طلعوا منيح. ما هذا؟ فينا نقول طرش بو؟ سمعتوا شي مرة بكلمة طرش بو؟ شو عم بحكي أنا؟ ما في منا هاي الكلمة. طيب فينا نقول بوش طر؟ كمان ما فينا نقول هيك. طيب هتنا نجرب نبلش بطر. إذا حطينا طر طر بوش، أنا عرفت أنه كتار منكن حزروها. أحسنتم. إذن طر بوش، طر بوش. خلينا نقراهم مرة تانية. طاولة، طاولة. بطاطا، بطاطا. طربوش، صوت قصير ط، طربوش. وهيك يا أصدقائي منكون وصلنا لنهاية حصتنا. بهالحصة تذكرنا كيفية كتابة حرف الطاء مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. خلينا نرددهم للمرة الأخيرة. طا طا ط ط. طو 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 طو. طي 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 طي. أنا صار لازم مودعكن، بشوفكن بالحلقة القادمة. خليكن مع أغنية الحلقة.
إلى اللقاء. Today, I am your queen. I am your queen. يعني أنا الملكة تبعكم. Queen يعني ملكة. تقبلوا؟ بس اليوم. I will be your queen. My name is Grace. My name is Grace. I am your English teacher. I am your queen كمان. What is your name? ما هو اسمك أو اسمك؟ شو تعلمنا نجاوب أصدقائي؟ منجاوب ومنقول My name is فادي. My name is مالك. حطوا اسمكن محل اسمي. How are you today? How are you today? I am fine. Thank you. How old are you? How old are you? I am 10 years old. 10. أو I am 5 years old. 5. 3 years old. 3. حطوا عمركن وجاوبوا. I am 10 years old. Where do you live? Where do you live? وين بتعيش؟ وين بتعيشي؟ أنا I live in Lebanon. إذا بسوريا منقول I live in Syria. أو العراق I live in Iraq. بعد سؤال واحد. What are your hobbies? What are your hobbies? شو هي هواياتك أو هواياتك؟ فينا نقول I like running الركض أو I like walking المشي. أنا I like swimming السباحة. What are your hobbies؟ أصدقائي إذا كان نهار الاثنين بدي أسألكم شو هو النهار اليوم؟ What is today؟ منقول today is Monday. Very good. مثل ما تعودنا. وإذا كان الثلاثاء منقول today is Tuesday. الأربعاء today is Wednesday. أما إذا كان الخميس منقول today is Thursday. Friday الجمعة today is Friday. Today is Saturday السبت. أو today is Sunday الأحد. خلينا نقولهم مع بعض. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Excellent أصدقائي. صرتوا تعرفون كتير منيح. اليوم بدنا نتعلم حرف جديد والحرف موجود بكلمة كوين. ملكة كوين. ما رح قلكم شو الحرف، بقلكم ايه بس ارجع. شوفكم بالفقرة التالية. Hello, hello. Good morning my friend Peter. Good morning my friend Sue. How are you, my friend Peter? Tell me, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I am fine too, thank you.
am 6'2". Woohoo, woohoo, woohoo! اليوم أصدقائي بدنا نتعلم حرف جديد. A new letter، حرف جديد. وحرفنا لليوم مثل ما قلت لكم موجود بكلمة queen، ملكة. I am your queen، أنا الملكة تبعكم. I am your queen، queen. بشو بتبلش queen أصدقائي؟ اسمعوا منيح. queen، ك queen، ك ك. The letter Q. اليوم رح نتعلم the letter Q. capital Q، small Q. The letter Q and we pronounce it ك مثل queen، queen، ملكة. أنا رح أحط التاش تبعي هون وبدنا نكتب مع بعض the letter Q. وإلها two shapes، شكلين، capital Q and small Q. معكم ورقة وقلم؟ جاهزين؟ Are you ready؟ خلينا نكتبهم مع بعض. بدنا نتعلم أول شيء the capital Q. كيف بنرسم الكابيتال Q؟ هين كتير، بدنا نرسم سيركل، دائرة. نرسم سيركل بين الخط الفوقاني والخط التحتاني بالشكل التالي. برما رسمت سيركل، بعد لازم حط straight line مائل بالشكل التالي هون. يصير عنا Q كأنه عم برسم له دنب من تحت. capital Q، the letter Q and we pronounce it ك مثل queen، الملكة. خلينا نكتبها بعد مرة capital Q. نعمل سيركل بين الخط الفوقاني والخط التحتاني، نعمل لتحت مثل دنب صغير بالشكل التالي. نكتبها بعد مرة the letter Q and we pronounce it ك مثل queen، Q ك queen. خلينا نكتبها بعد مرة capital Q. نعمل سيركل بين الخط الفوقاني والخط التحتاني، نعمل لتحت مثل دنب صغير. The letter Q، كيف بنلفظها؟ ك queen. Very good. هلا بدنا نكتب the small letter Q. انتبهوا أصدقائي، كتير بتختلف عن البيج letter، كتير بتختلف عن الكابيتال letter. شوفوا كيف رح أرسمها. منبلش من الخط النصاني، منحط point، ننزل straight line لتحت، نقطع الخط التحتاني ومنوصل لتحت straight line. بعدين بدنا نرسم نصف دائرة، بس ما بنرسمها من هالميل، بدنا نرسمها من تاني ميلة. إذا رسمتها من هيدي الميل بكون عم بكتب the small letter P. بح، أنا ما بدي the letter P، بدي the letter Q. برسمها من هيدي الميل على ميلة الشمال، يصير عندي the small letter Q and we pronounce it ك مثل queen، small letter Q. خلينا نكتبها بعد مرة، منحط point على الخط النصاني، ننزل straight line لتحت، نرجع نعمل semicircle لهي الميل بالشكل التالي the letter Q and we pronounce it ك مثل queen. خلينا نكتبها آخر مرة، منحط point على الخط النصاني، ننزل straight line لتحت، بعدين منرسم semicircle من هاي الميل، نو no, من هيدي الميل. ما بدنا نرسم نحنا ب، بدنا نرسم كيو، نرسمها على هاي الميل سيمي سيركل بالشكل التالي. فاذا the letter Q and we pronounce it ك مثل queen، capital Q small Q. هلا خلينا نشوف شو عنا بالصور على اللوح. منبلش باول صوره، عنا ربع، ربع عنا من هيدا الكيك قالب الحلوى، منشيل قطعة صغيرة ربع، منشيل شقفة نقسمها إذا قسمناها لأربعة شلنا ربع واحد منهم. هيدا الربع منسميه بالإنجليش quarter، quarter، ك quarter. رح اكتبها quarter يعني ربع. إذا قسمناه لأربع أقسام وشلنا ربع واحد منهم يكون هيدا ربع quarter. أما هون فعندي هدوء، هدوء. شو يعني هدوء بالإنجليش؟ أو هادئ. إذا بدي أقول الصبي هادئ قول عنه quiet، quiet يعني هادئ، هادئ. رح اكتبها
كوايت هادئ. فإذا كوارتر ربع، كوايت هادئ هادئ يعني رايق ما عم يعمل ضجة وصوت. أما هون فعندي علامة سؤال. شو يعني سؤال بالإنجليش؟ سؤال يعني question. question رح أكتب question. شوفوا أصدقائي وين عندي كه كيوب question بأول الكلمة question سؤال. وآخر شي عندي ملكة. ملكة يعني queen. excellent queen. كوين يعني ملكة، وأنا كنت الملكة اليوم. تتذكروا التاج تبعي؟ I am your queen. كوين يعني ملكة. فإذا كوارتر ربع، ربع كوارتر، كوايت هادئ، كوايت كويستشن سؤال، كويستشن كوين ملكة، كوين ملكة. خلينا هلأ نشوف The letter Q وين موجود بكل كلمة. منبلش بكوارتر. وين عنا The letter Q؟ عنا إياه بأول الكلمة. نعمل له circle. The letter Q and we pronounce it ك مثل كوارتر ربع. أما هون فعندي question سؤال. question ببلش بك question. The letter Q. وين عنا The letter Q؟ هيدي letter Q؟ No. هاي لتر كيو؟ No. هاي دي لتر كيو؟ Yes. This is the letter Q. نعمل له circle. The letter Q and we pronounce it ك مثل question سؤال question. وآخر شي عنا هون queen. اسمعوا منيح فتحوا دينيكن. queen شو عم بلفظ بالأول؟ ك queen ملكة. عندي Q في أول الكلمة The letter Q. فإذن The letter Q and we pronounce it ك مثل queen ملكة. quarter ربع quarter. عيدوا من ورايي quarter ربع quarter. quiet هادئ quiet. عيدوا من ورايي quiet quiet. وعندنا the letter Q بأول الكلمة بنعمل لها circle. quiet هادئ. عيدوا من ورايي quiet quiet. excellent. أما هو فعندي سؤال question question. عيدوا من ورايي فزوا منيح question question. excellent. question سؤال بتبلش بكيو ك question. وبالاخر عندي ملكه queen ك queen. بدي اسمعكم على صوت عالي queen ك queen. excellent. بتبلش بك ك the letter Q and we pronounce it ك. عندنا capital Q. نعمل circle بين الخط الفوقاني والخط التحتاني بالشكل التالي وما تنسوا الدرب من تحت. أما السمول كيو فمنبلش من نص الخط نص السطر الخط النصاني ننزل straight line لتحت ومنعمل semi circle بالشكل التالي على هيدي الميل. capital Q small Q the letter Q and we pronounce it ك مثل quarter ربع question سؤال quiet هادئ queen ملكة. اكتبوا الكلمات منيح تدربوا عليهم وما تنسوا two shapes في شكلين capital Q small Q the letter Q and we pronounce it ك. quilt لحاف quilt لحاف. quiz مسابقة quiz مسابقة. quarter ربع quarter ربع. question سؤال question سؤال. quiet هادئ quiet هادئ.
كوين ملكة. كوين ملكة. وهلا أصدقائي مثل ما تعودنا في عنا لعبة مع بعض. جاهزين تنمرح مع بعض؟ Let's have some fun. مثل ما تعودنا أنا رح أقول كلمات وبس تسمعوا كه the letter Q touch your forehead. ألمسوا جبينكم الجبين forehead. Are you ready؟ جاهزين؟ أول كلمة quilt. quilt عم نسمع كه quilt. Yes touch your forehead quilt. excellent. هلا عندي moon. moon عم نسمع كه the letter Q. No, don't touch your forehead. أما question. Excellent. Touch your forehead. Quiet. Very good. Touch your forehead. Another letter Q. Quiet. Excellent. أما هلأ فعندي sun. Excellent. ما بنلمس جبيننا. Don't touch your forehead. ما فيها Q. ما فيها ك. Sun. هلا عندي maze. حدا سمع ك؟ No, don't touch your forehead. أما queen. Excellent. Queen. Touch your forehead. ك. Queen. The letter Q. وآخر كلمة. جاهزين لآخر كلمة. Quarter. Q. ك. Quarter. Excellent. Touch your forehead. Very good, أصدقائي. شاطرين. ما تنسوا the letter Q and we pronounce it ك مثل queen ملكة. خلونا أصدقائي اليوم نتعلم مع بعض أربعة أشهر. 4 months. 1, 2, 3, 4. 4 months. The months of the year. أشهر السنة. كم شهر عنا أصدقائي؟ مين بيعرف؟ عنا 12 شهر يعني 12. اليوم رح نتعلم 4. خلينا نشوف مع بعض أي أشهر. أول شهر the first month هو January. يناير. عيدوا من وراي. January. يناير. February. March. مارس. April. إذا سألت أنا In which month are we? بأي شهر نحن؟ In which month are we؟ منجاوب ونقول We are in January إذا كنا بيناير. We are in February إذا كنا بفبراير. We are in March إذا كنا بمارس. أو We are in April إذا كنا بأبريل. رح أكتبها هونيك. We are in January. يعني يناير. We are in January إذا كنا بيناير. أما إذا كنا بفبراير بنقول We are in February. We are in March مارس. أو We are in April أبريل. فإذن In which month are we? We are in January. عيدوا من وراي بدي أسمعكم على صوت عالي. January. January. Excellent. January. يناير. February. فبراير. March. أهلا بدي أسمعكم. March. Excellent. مارس. وآخر شهر April. أهلا April. Excellent. April. January. February. March.
April January February March April. ما تنسون لون منيح بالإنجليش وبالعربي وتدربوا عليهم. أما اليوم فتعلمنا حرف جديد، مين بده يسكرني شو هو؟ The letter Q. Excellent. The letter Q. Capital Q. Small Q. The letter Q. And we pronounce it ك مثل queen. ملكة. I was your queen. أنا كنت الملكة تبعكم. أنا هلأ رح أترككم تسمعوا لأغنية الحلقة. Let's listen to the song. أنا بشوفكم بالحلقة المقبلة. Bye. The months of the year are 12. The months of the year are 12. Come sing with me, my dear. I love the months of the year. January, February, March, April, May, and June, July, August, September, October, November, the months of the year are 12. The months of the year are 12. Come sing with me, my dear. I love the months of the year. مرحبا أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. بحصة الرياضيات سوا نتعلم أشياء جديدة، وأنا شمس بعلمكم هيدا المادة. بدي أذكركم تحضروا حالكم كتير منيح، تجيبوا معكم الدفتر والقلم حتى تكتبوا كل الأشياء اللي عم نتعلمها. حتى لو كانت إعادة، الإعادة بتفيدنا، بتخلي المعلومات تترسخ أكتر بذهننا. في بداية هالحصة شو رأيكم مثل ما تعودنا نستمع لأغنية الأرقام، ومن بعد ما نسمعها كتير منيح ونغني معها ونعلي صوتنا بيكون صار الوقت حتى نبدأ بحصتنا. أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. مزرعة جدي أشجار كثيرة، رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة، ورحت أعدها، هيا هيا نعدها. أحد عشر تفاح، اثنى عشر أناناس، ثلاثة عشر برتقال، أربعة عشر دراق، خمسة عشر مشمش، ستة عشر رمان، سبعة عشر كرز، ثمانية عشر إيجاز، تسعة عشر وعشرون. رأيت شجر الليمون. إلفن، تويلف، ثيرتين، فورتين، فيفتين، سيكستين، سيفنتين، ايتين، 19 and 20. In my grandfather's farm, I saw a lot of trees that have many fruits. Let us count them, please. Come, let's count them all the fruits, big and small. 11 apples, 12 pineapples, 13 oranges, 14 peaches, 15 apricots, 16 pomegranates, 17 cherries, 18 pears, 19 and 20. The fruits were plenty. هلا أصدقائي أنا وياكم رح نبدأ
حصتنا لليوم. مثل العادة رح يكون في عنا بعض التمارين، منها تمارين جديدة أو ممكن تكون تكرار وإعادة ومراجعة للدروس اللي أخذناها سابقاً. خلينا نبلش سوا، رح اكتب على اللوح وانتو اكتبوا عندكم، وبدي اياكم تساعدوني حتى نكتب الأرقام بالمكان الفارغ. شوفوا كيف رح ارسم مستطيل واقسمه لثلاث اقسام ورح كرره عدة مرات مثل لما نعمل نمط. رسموا معي مستطيل وقسموه لثلاث اقسام. رح ارجع هلا ازيد البعض منهم، بس خليني اقلكم شو رح نعمل. رح حط بالمربع يلي هو بالنص رقم، رح اكتب نمبر 1، وانتو رح تساعدوني لنكتب الرقم يلي بيجي قبله والرقم يلي بيجي بعده. هون رح حط نمبر 2، نفس الشيء بدكم تساعدوني تلاقي الرقم يلي بيجي قبله والرقم يلي بيجي من بعده. نمبر 3 نفس الفكره رح كررها، انتو رح تساعدوني للاقي الرقم يلي بيجي قبل نمبر 3 وبعده. رح كمل بنفس الفكرة نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 كمان. دايما بكتب بالمربع يلي هو في الوسط نمبر 7 نمبر 8 نمبر 9. فإذا هلا أنتو رح تساعدوني ورح استعمل لون أخضر حتى أكتب الأرقام يلي هي قبل وبعد الرقم يلي عنا إياه. أول شي في عنا نمبر 1 يعني رقم 1. إذا بدنا نرجع نعد من البداية، شو هو الرقم يلي بيجي قبل نمبر 1؟ فكروا معي، منقول 0-1 مزبوط. فإذا هون منحط 0 مزبوط، يعني 0-0-1 صحيح؟ كتير منيح، اكتبوا عندكم 0. من بعد نمبر 1 منقول 0-1 مزبوط 2-0-1-2. فإذا الرقم يلي بيجي من بعد 1 هو 2، يعني 2-0-1-2 عظيم. نتابع هلا عنا نمبر 2، شو هو الرقم يلي بيجي قبل نمبر 2؟ مزبوط مثل ما شفنا هو نمبر 1، منقول 0-1-2-3 صحيح، بيجي من بعده نمبر 3، 0-1-2-3. نتابع شو هو الرقم فإذا اللي بيجي قبل نمبر 3 شفناه هو 2. من بعد نمبر 3 0-1-2-3-4 صحيح، 3-4 من بعدها 4 كتير منيح. 4 شو بيجي من قبلها مثل ما شفنا 3-3-4-5 يعني 5، 3-4-5 5 شو بيجي قبله 4-5 ما هيك 4-5 من بعده 6 مزبوط 4-5-6 6 شو بيجي من قبله 5-6-7 مزبوط 7 شو بيجي من قبله 6 صح، منقول 6-7-8 6-7-8 صحيح
نمبر 8 7 بتجي من قبلها دغري 7 8 9 7 8 9 برافو يا شاطرين وبعدين نمبر 9 قبله بيجي مثل ما شفنا هون 8 8 9 10 صح 8 9 10 8 9 10 وهيدا منسميه نمط تبعتوا كيف عم نفكر دايما عم نكرر نفس الفكرة عم نحط الرقم يلي قبل وبعد الرقم يلي قبل وبعد الرقم يلي قبل وبعد منكرر الرقم يلي قبل وبعد لما نكررها منسميها نمط أو pattern تذكرتوا كتير منيح رح أعطيكم مثال آخر على النمط four plus one equals five مزبوط four plus one four five أربعة زائد واحد يساوي خمسة وتعلمنا إنه إذا غيروا محلاتهم إجت الواحد بدال الأربعة والأربعة راحت بدال الواحد بضل عنا نفس الجواب فإذا one plus four equals 5 كمان مشان هيك النمط يلي رح نعمله هلا الباترن رح يكون متعلق بهيدا الفكره شوفوا كيف رح اعمل كمان مستطيل مع ثلاث خانات ورح كرره وانتو كمان ارسموه عندكن على الدفتر او على الورقة شوفوا كيف رح اعمل رح اكتب 4 1 ال 5 رح اعملها بالاخضر هلأ رح اكتب 1 4 والمجموعة بالاخضر 1 4 والمجموعة بالاخضر كأنه 4 plus 1 بتعطيني 5 1 plus 4 بتعطيني 5 إذا قلت لكم أنتو هلأ تعملوا نمط هيدا النمط تكملوا شو لازم نكتب هلأ هونيك؟ فكروا منيح لازم أرجع كرر من البداية فإذا برجع بكتب 4 1 5 مزبوط 4 1 5 وجنبه بكتب 1 4 5 1 4 5 رح كرره كمان تيصير عندي على نفس النمط فإذا إذا بدي كمل النمط شو لازم اكتب هون طلعوا منيح هي أو هي مزبوط برجع ببدأ مثل الأول الاثنين مع بعض كررهم 4 1 5 1 4 5 يعني 4 1 5 1 4 5 وهيك بكون عملت النمط على هيدا الشكل فيكن تكتبوا قد ما بدكن ترجعوا تكررون أنا كررتهم ثلاث مرات مرة اثنان ثلاثة أنتو فيكن تكررون أكتر وفيكن تعملوا كمان على سطر جديد نفس الشيء ترجعوا تكررون كمان فإذا اليوم مع بعض تذكرنا الأنماط وتعلمنا أشياء جديدة سجلوهن عندكن وخليكن معنا لنتابع حصتنا عم نتابع سوا درسنا لليوم خليكن معي وركزوا منيح هلأ كمان على اللوح رح أعطيكن أمثلة عن بعض الأنماط يمكن تكون كمان جديد عليكم سجلوها وانتبهوا لها منيح مثلا النمط يلي هو شيء بيتكرر مش بس ممكن يكون ارقام كمان ممكن يكون اشكال باحجام مختلفه والوان مختلفه كمان مثلا ممكن انا ارسم مثلث
صغير حده برسم مثلث كبير وحدهم رح ارسم مثلث اكبر. اذا بدي اعمل نمط لازم كرر باي مثلث ببدا صغير كبير اكبر. خلينا نكرر. فاذا مثلث صغير مثلث كبير مثلث اكبر. نكرر. مثلث صغير مثلث كبير مثلث اكبر. نكرر. مثلث صغير مثلث كبير مثلث اكبر. اخر مره رح اعيد هون. مثلث صغير مثلث كبير مثلث اكبر. انتوا اذا بدكم تعملوا هيدا النمط رح تعملوا نفس الشيء. شفنا كيف المثلث عم يتكرر بعدة أحجام، الثلاثة عم يتكرروا ورا بعضهم، عم يعملوا نمط pattern صغير كبير أكبر. فإذا النمط فيه يكون عنده عدة أحجام عم تتكرر. رح أعطيكم مثال آخر، هالمرة رح أستخدم ألوان متنوعة. رح أرسم مثلث برتقالي، مثلث أصفر، مثلث أخضر، ثلاث ألوان مختلفة. إذا بدي أعمل النمط أكرر، لازم بلش بالأصفر؟ كلا. بلش بالأخضر؟ كلا. بلش بالبرتقالي. فإذا مثلث برتقالي، مثلث أصفر، مثلث أخضر. أكرر. مثلث برتقالي، مثلث أصفر، مثلث أخضر. كمان عن جديد. بشو ببدأ؟ البرتقالي دائما لأنه هو أول واحد استخدمته هون، وأنا عم كرر الثلاث ألوان المختلفة. أكرر. مثلث برتقالي، مثلث أصفر، مثلث أخضر. آخر مرة رح كرره. مثلث برتقالي، مثلث أصفر، ومثلث أخضر. أنتو كمان فيكن تكرروا قد ما بدكن حتى تعملوا هيدا النمط يلي منسميه pattern باللغة الإنجليزية. تتذكروا أغنية النمط يلي تعلمناها؟ بتقول النمط هو نموذج عن أشياء أو أغراض، عن أشكال أو أرقام مثل ما شفنا سابقا، تتكرر مثل ما عملنا هلا. فإذا هلا رح نقول هالأغنية، جربوا غنوها معي. بتقول هيك: النمط هو نموذج عن أشياء أو أغراض، عن أشكال أو أرقام، تتكرر. كمان مرة. النمط هو نموذج عن أشياء أو أغراض، عن أشكال أو أرقام، تتكرر. وهلأ خلينا نسمع هالأغنية مع الموسيقى، ومن بعدها منتابع حصتنا.
ساعدوني تنكمل النمط. مثلث صغير، مثلث كبير، مثلث صغير، مثلث كبير. شو بيجي من بعدهم؟ مثلث صغير أم كبير؟ صغير، مظبوط. شو بيجي من بعد المثلث الصغير لنكمل النمط؟ مثلث كبير، مظبوط. على هيدا الدومينو في أعداد، واحد اثنان، اثنان ثلاثة، ثلاثة أربعة. كملوا معي. شو لازم نحط هلأ من بعد ثلاثة أربعة؟ أربعة، خمسة، مظبوط. وبعدين خمسة، ستة، صحيح. وبعدين ستة، سبعة. لاحظتوا؟ عم نعيد دايما العدد، منكرره. برافو يا شاطرين. هلأ يا أصحابي خلينا نكون مع فقرة الأشغال اليدوية يلي فيها منعمل شيء كتير بسيط وسهل نتعلمه سوا. اليوم اخترت أنه طبق الدرس عن النمط pattern يلي تعلمناه من قبل وعم نكرره دايما حتى نتعلم أكتر. حبيت أعمل قبعة هات، رح ارسمها ورح اعمل عليها باترنز مختلفة، رح تشوفوا كيف. بالبداية رح ارسمها على كرتونة لون اصفر يلو كاردبورد. واكيد رح لونها بلونين زهري وبنفسجي، ورح أعمل عليها مثل ما قلت لكم أنماط. رح بلش من فوق، رح أعمل خطين باللون الزهري وخط خطين كمان باللون البنفسجي. فإذن شوفوا هلأ كيف رح زينها بالأنماط. أول وحدة رح أعمل عليها نقط، تاني وحدة رح أعمل عليها خطوط تتكرر. شفتوا الخط كيف عم يتكرر؟ هلأ رح أعمل باللون البنفسجي نقاط وباللون البنفسجي أيضا خطوط. كمان عم تتكرر وتعمل نمط مثل ما عم نشوف الأنماط يلي صرنا عاملينها. من بعدها رح لون باللون الزهري ومن بعدها رح لون باللون البنفسجي. وشوفوا كيف من تحت رح أعمل أنماط مختلفة. رح استخدم اللون الزهري ورح أعمل خطوط متموجة باللون الزهري وهي عم تتكرر، فإذا عم تعمل لي نمط pattern. وجنب هالخطوط باللون البنفسجي رح أعمل بيناتهم نقاط، نقطة اثنين، نقطة اثنين، نقطة اثنين، نقطة اثنين. عم كرر نفس الشيء بكل وحدة، عم بعمل نقاط، وحدة عم بعمل النقط تحت، وحدة عم بعمل النقط فوق. كمان هيدا نمط. وهلأ رح قصها
على الخط. أكيد بدي أطلب منكم أنه أنتوا تنتبهوا على إيدكم، لأنه المقص معقول يأذيكم. اطلبوا من حدا كبير يساعدكم بالقص. منقص على الخط. وبعدين من بعد ما قصها، من بعد ما زينتها كمان بالخطوط والنقاط، عملت أنماط مختلفة، أنماط عديدة عليها، رح لزقها على الورقة يلي هي قدامي. نحط التلزيق سمخ ومنلزقها بهيدا الشكل. في شغلة بعد بدي أعملها، جبت كرتونة صغيرة ملونة، بدي أرسم عليها زهرة، وكمان هيدي الزهرة بدي قصها بالمقص، وانتو كمان ما تقصوها لحالكم، اطلبوا المساعدة حتى ما تأذوا حالكم. ومن بعد ما قص هيدي الزهرة رح زين القبعة، منسميها هات، قبعة يعني هات باللغة الإنجليزية. I made a hat يعني هلأ رسمت أو صنعت قبعة. وهلأ هيدي الزهرة رح لزقها على جنب القبعة، ورح فرجيكم القبعة تبعيتي مع الباترنز، الأنماط اللي عملناهن كيف صارت مزينة. انتو كمان عملوا مثلها، زينوها، فيكن تحطوا غير أشكال وغير ألوان وتطبقوا الدرس اللي تعلمناه اليوم مع بعض. وهلأ أصدقائي صار الوقت لحتى أترككن مع الأغنية، ومن بعد ما تسمعوا الأغنية بكون أنا رح ودعكن تأرجع ألتقي فيكن بحصة جديدة. إلى اللقاء.